السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وعبد ربه جل وعلا حتى لبى داعية، وجاهد في سبيل ربه جل وعلا حتى أجاب منادية، وعاش بأبي وأمي وروحي طوال أيامه ولياليه، يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والصدق والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وقولكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أمراض الأمة سلسلة علمية منهجية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، أخاطب بها أمة الحبيبة خطاب القلب للقلب، وأحدث بها أمة الفريدة حديث الروح للروح. لا أقدمها الآن في وقت ضعفت فيه الأمة انتقاصا للأمة، أو لأقلل من كرامتها أو قدرها، أو لأقيم الحد على الأمة من خلالها جلدا كان أو رجما، كلا كلا، بل أقدمها ورب الكعبة حبا للأمة ونصحا لها وإشفاقا لأجلها، فهي أمة الحبيبة التي امتلأ قلبي بحبها، بل وأفخر بالانتساب إليها وأشرف وأعتز بالانتماء لها، كانت ولا زالت وستظل بإذن الله خير أمة، بموعود الله وبشهادة الله وبشهادة الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ولا ينكر الآن عاقل أن أمتنا الحبيبة قد ابتليت طيلة السنوات الماضية بعلل خطيرة وأمراض كثيرة كبيرة، وقد آن الأوان، وها هو الوقت قد حان أن تنهض أمتي بكل أفرادها لنعلي الهمة ولنجيش الطاقات الهائلة الجبارة في الأمة، لنستل معا جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة بيد نقية تقية بيضاء، وإلا فمن أعظم البلاء أن نتغافل عن الداء. وما أشقى من تجاهل داءه وأعرض عن دوائه ولم يسع في شفائه، فظل في ضنكه وبلائه ودائه وشقائه. ونحن الليلة بإذن الله جل وعلا على موعد
مع الداء العضال والمرض الخطير الكبير الذي قد يمتلئ به الرجل أو المرأة وهو لا يدري، مع أن عاقبته وخيمة. قد يمتلئ الرجل بهذا المرض وهو لا يشعر، يتصور أنه يصلح وهو مفسد، ويتخيل أنه يأمر بالمعروف وهو يأمر بأكبر المنكرات، ويتصور أنه مؤمن على إيمان جبريل وميكائيل، وقلبه ممتلئ بالنفاق. إنه مرض النفاق. النفاق، سامحك الله أيها الشيخ، تريد أن تقول لنا الليلة إن النفاق مرض من أمراض أمة التوحيد، مرض من أمراض أمة الإيمان؟ لا، استنى يا شيخ محمد، لا ده احنا هنذكرك بأول حلقة. الله، أنت نسيت أنك جعلت العنوان الأول لهذه السلسلة كرامة الأمة؟ عنوان أول حلقة كرامة الأمة، وبينت لنا فضل الأمة وكرامة الأمة ومكانة الأمة وأنها أمة الخير وأنها أمة الإيمان، وتريد الليلة أن تؤصل لنا أن من أمراض الأمة التي ابتليت بها هذا المرض العضال وهذا الداء الخبيث الخطير، ألا وهو مرض النفاق؟ مهلا مهلا أيها الأحبة، تالله لقد مزق الخوف من النفاق قلوب السابقين الصادقين الأولين المخلصين. تالله ووالله وبالله لقد مزق الخوف من النفاق قلوب السابقين الصادقين المخلصين الأولين من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، هذه الثلة المباركة، هذه الثلة المقربة، خافت على نفسها من الوقوع في النفاق. يا إلهي، روى البخاري عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. تاني، اسمع الأثر تاني، يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من مين؟ من التابعين؟ من أتباع التابعين؟ لا، من أصحاب سيد النبيين، من أصحاب سيد المرسلين، كلهم يخاف النفاق على نفسه. اعجب معي واحذر معي وضع يدك على قلبك الليلة لتتحسس ولتبحث. هل تعلم ماذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تعليقه على أثر ابن أبي مليكة في كتابه الرائع فتح الباري، في شرحه لصحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان؟ قال: منهم، من هؤلاء الذين كانوا يخافون النفاق على أنفسهم، منهم علي بن أبي طالب. يا الله، علي بن أبي طالب وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وأم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة وخال سيدنا رسول الله سعد بن أبي وقاص وغيرهم، هؤلاء ممن أدركهم ابن أبي مليكة. يقول الحافظ: وكلهم يخاف النفاق على نفسه، ولم يثبت عنهم غير ذلك. قال الحافظ: فكأنه إجماع،
إجماع من هؤلاء جميعا على أنهم يخافون النفاق على أنفسهم. علي بن أبي طالب أيوه الذي تربى في حجر المصطفى وكفى، الذي نطق الشهادة وهو طفل صغير في العاشرة، الذي كان كالزهرة المتفتحة الجميلة التي تفتحت في بيت النبوة وسقيت بمداد الوحي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال في حقه المصطفى صلى الله عليه وسلم يوما: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. والحديث في الصحيحين الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرجوا لغزوة تبوك وخلفه مع النساء والصبيان، وقال المنافقون الخبثاء ما قالوا في شأن علي، فخرج علي يجري حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتخلفني في النساء والصبيان يا رسول الله؟ فقال له المصطفى: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ هذا الرجل العملاق الفدائي الذي علم الدنيا شرف الفداء وكرامة البطولة، هذا الصادق علي بن أبي طالب الذي اضطر يوما أن يبين مناقبه وأن يظهر قدره ومكانته، فقال: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. أنا لا أترجم لعلي، لكن أردت فقط أن أبين لك أخي الحبيب وأختي الفاضلة من هو علي بن أبي طالب الذي خاف على نفسه من النفاق. أم المؤمنين عائشة، الصديقة بنت الصديق، المبرأة من السماء، الحصان الرزان، حبيبة رسول الله رغم أنف الحاقدين. ففي صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم عمر. حبيبة رسول الله تخاف على نفسها من النفاق؟ أم سلمة تخاف على نفسها من النفاق؟ أبو هريرة؟ عبد الله بن عمر؟ عبد الله بن عباس؟ عبد الله بن عمرو؟ هؤلاء الأفاضل يخشون على أنفسهم من النفاق. هل تصدق معي أن عمر بن الخطاب، أن فاروق الأمة الأواب كان يخاف على نفسه من النفاق؟ يذهب الحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه ويقول له: أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. يا إلهي ورب الكعبة، يكاد قلبي أن ينخلع ويكاد حلقي أن يجف، والله أرى الكلمات تتوارى خجلا وحياء أمام هذا السؤال العمري الذي لا ينبغي لأحد أن يسأله إلا هذا الرجل عمر الفاروق الأواب. يسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلع حذيفة بن اليمان على أسماء المنافقين بعد غزوة تبوك في طريق العودة، وسأذكر ذلك في آخر الحلقة إن شاء الله تعالى إن بارك الله لنا في وقتنا الليلة. يطلع النبي حذيفة على أسماء المنافقين فيسمع بذلك عمر فيخشى على نفسه وينطلق إلى حذيفة رضي الله عنه ليقول لو أنشدك الله يا حذيفة، أسألك بالله ريح قلبي، قل لي
أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ عمر، عمر، أي عمر؟ عمر الذي قال النبي في حقه لقد أجرى الله الحق على لسان عمر وقلبه، عمر الذي قال النبي في حقه بين أنا نائم إذ رأيت الناس يعرضون علي وعليهم طمس جمع قميص، منها ما يبلغ الثدي جمع ثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، إذ عرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجتره يجتره، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين، والحديث في الصحيحين، قال الدين. عمر الذي قال النبي في حقه بين أنا نائم إذ أوتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من بين أظفاري، ثم أعطيت فضلتي أي ما تفضل في الإناء من اللبن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. عمر الذي قال له النبي يوما، والحديث في الصحيحين أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص حين استأذن عليه وعنده نسوة يحدثنه ويستكثرنه وقد علت أصواتهن على رسول الله، واستأذن عمر فقمن يبتدرن الحجاب، أسرع النسوة إلى الحجاب خشية من عمر، فدخل عمر ورسول الله يبتسم، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله، فقال أضحك من هؤلاء اللائي كن عندي يحدثنني ويستكثرنني عالية أصواتهن، فلما سمعن صوتك يا عمر قمن يبتدرن الحجاب، فقال عمر أنت أحق أن يهبن يا رسول الله، ثم التفت عمر إلى النسوة وقال أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فرد النسوة على عمر وقلنا أنت أفظ وأغلظ من رسول الله. الشاهد يلتفت الحبيب صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو رآك الشيطان سالكا فجا أي تمشي في طريق لتركه الشيطان لك وسلك فجا غير فجك يا عمر. عمر الذي يهابه الشيطان يهاب النفاق ويخشى على نفسه من النفاق. نعم نعم يا أمتي اسمعي واعلمي أن فاروق الأمة خاف على نفسه النفاق، بل هل تصدق معي أن صديق الأمة الأكبر أن أبا بكر الذي استوى على عرش اليقين يقينه والذي أشرق في سماء الصدق صدقه والذي شهد له النبي بالصديقية رضي الله عنه، هل تتصور أنه خاف على نفسه من النفاق؟ معقول الكلام ده أبو بكر؟ إيه والله معك دليل يا مولانا؟ إيه والله. روى مسلم في صحيحه وغيره عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه قال اسمع لقيني أبو بكر رضي الله عنه يوما، لقي أبو بكر الصديق حنظلة رضي الله عنهما، فقال أبو بكر رضي الله عنه لحنظلة الأسيدي كيف حالك يا حنظلة؟ كيف أصبحت يا حنظلة؟ فقال حنظلة نافق حنظلة، الله أكبر يا رب سلم، نافق حنظلة. فقال أبو بكر رضي الله عنه وما ذاك؟ ليه؟ ليه يا حنظلة؟ اسمع ماذا قال حنظلة الأسيدي؟ قال يا أبا بكر نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين أو رأي عين، كلاهما صحيح في اللغة، حتى كأن رأي عين أو رأي عين
على المصدر، منصوبة على المصدر. نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، أي حتى كأن نرى بعيوننا الجنة والنار. اسمع، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج، أي داعبنا زوجاتنا ونساءنا، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا، أي نسينا ما كنا عليه من رقة القلب ودمع العين وخشوع الجوارح وقشعريرة الجلد، نسينا كثيرا. اسمع ماذا قال الصديق، الصديق أبو بكر، قال لحنظلة: والله إنا لنلقى مثل هذا. يا الله يا الله يا أخي، بقول لحضرتك دي كلمات أبي بكر، هذه كلمات أبي بكر: والله والله إنا لنلقى مثل هذا. يعني إن كنت يا حنظلة ترى أن هذا من النفاق، نكون عند رسول الله فيذكرنا بالجنة والنار حتى كأن نرى الجنة والنار رأي العين، ثم نعود إلى بيوتنا ننسى هذه الحالة الإيمانية العالية التي كنا بها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنت ترى هذا من النفاق فوالله إني لأرى مثل ذلك، والله إنا لنلقى مثل هذا. الصديق، الصديق الذي تبوأ ذروة سنام الصديقية، الصديق أحب رجل على وجه الأرض لقلب رسول الله، ولا يحب رسول الله إلا الطيب، بل أنا أقول بملء فمي: الصديق ذلكم الرجل الذي يدق قلبه على دقات قلب المصطفى، ذلكم الرجل الذي ينبض قلبه على نبض قلب المصطفى. الصديق رضي الله عنه الذي قال في حقه ابن القيم: هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والله إنا لنلقى مثل هذا يا حنظلة. يقول حنظلة: فانطلقت أنا وأبو بكر، أيوة مش حنظلة لوحده، لا، أنا وأبو بكر فين؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، نافق حنظلة، ولم يقل حنظلة المؤدب، نافق حنظلة هو أبو بكر، وهو الذي أقسم له بالله أنه يرى مثل ما يراه حنظلة رضي الله عنه، لكنه الأدب. بل أنا أقول كان الصحابة جميعا يجلون أبا بكر رضي الله عنه إجلالا ينبثق تماما من إجلال رسول الله لأبي بكر. أوليس رسول الله والذي أعلن للصحابة: ما منكم من أحد إلا وكانت له عندنا يد كافأناه بها إلا الصديق، فإنا تركنا مكافأته لله عز وجل. أولم يغلق النبي في آخر أيامه كل الأبواب التي تطل على المسجد النبوي باستثناء باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ له مكانته، له جلاله. يقول حنظلة: نافق حنظلة يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ ليه يا حنظلة؟ قال: نكون عندك يا رسول الله تذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج، داعبنا زوجاتنا ونساءنا، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا، نسينا هذه الحالة الإيمانية الراقية الرقراقة، تبكي عيوننا بين يديك تذكرنا بالجنة، نشعر أننا كأننا نعيش في الجنة، تذكرنا بالنار، نشعر وكأن لهيب النار سيلفح وجوهنا حتى كأننا نرى رأي العين. فإذا عدنا إلى البيوت نسينا هذه الحالة، انشغلنا بالنساء وانشغلنا بالأولاد
وانشغلنا بالضيعات. بالضيعات يعني ايه؟ يعني بالتجارات وبالاموال. خلي بالك عشان في ناس فاهمه الحديث فهما خاطئه. انشغلنا بالنساء، بالاولاد، بالضيعات يعني بالاموال، بالتجاره. اسمع ماذا قال الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وآله ومن والاه. قال صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم، على فرشكم وفي طرقكم يا حنظلة، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. اوعى تفهمها غلط، سعى قلبك وسعى ربك كما يقول بعض إخواننا. لا، بنص الحديث: ساعة ابكي فيها من خشية الله، فليرق قلبك، فلتدمع عينك، فليرتجف جسدك، فليلن جلدك. جميل. لكن الساعة الثانية داعب بالزوجة، العب مع امرأتك، لاعب أولادك، انشغل بأموالك، انشغل بتجارتك. مش تخرج من المسجد لتبحث عن فيلم داعر وتقول ساعة وساعة، لا. مش تخرج من بيت الله تبارك وتعالى لتغلق على نفسك غرفتك الخاصة لتشاهد مجلة عارية فاضحة وساعة وساعة، لا. مش تخرج من بيت الله لتجلس في مجلس غيبة أو في مجلس نميمة وتقول ساعة وساعة، لا. وإنما بنص الحديث: ساعة، ولكن ساعة وساعة، ساعة داعب فيها امرأتك وأولادك، وانشغل بضيعاتك وأموالك وتجاراتك، وساعة انشغل فيها بربك تبارك وتعالى، وابكي على خطيئتك، وابكي على ذنوبك. الشاهد أيها الأفاضل، لا تستكثر علي أن أحذر نفسي وأن أحذر أمة الحبيبة من هذا الداء العضال الذي يمتلئ القلب منه والإنسان لا يدري، من النفاق. يا شيخ محمد، انت طولت اللذاذي قوي في المقدمة دي، خلاص يا عم موافقين. ايه النفاق؟ تعال نعرف النفاق. ما هو سامحوني، النفاق ان شاء الله هنتحدث عنه اللذاذي وبكرة وبعده كمان، هو محتاج حلقات كتيرة. لكن اللذاذي وكمان نتكلم عنه في حلقتين قادمتين مع الضغط والاختصار الشديد، وإلا فورب الكعبة الموضوع يحتاج إلى حلقات. ايه النفاق بقى؟ ما هو النفاق لغة واصطلاحا؟ بعد هذه المقدمة المهمة، عشان ما حدش يتصور انه كبير على النفاق، او بلغة اخواننا في المصريين انه تخين على النفاق. لا، هذا الصديق وهذا عمر وهذا علي وهؤلاء الاطهار يخافون على انفسهم من النفاق. قال الحسن البصري: ما أمن النفاق إلا منافق، وما خاف النفاق إلا مؤمن. وقال حذيفة: والله لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطرقات. يا الله، والله لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطرقات لقلة السالكين، يعني لقلة المؤمنين الصادقين. فأكثر أهل الأرض من المنافقين ممن وقعوا في نفاق الاعتقاد كما سأبين، أو في نفاق العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما المؤمنون قلة، وما آمن معه إلا قليل، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقليل من عبادي الشكور، إلى آخره. ما هو النفاق؟ النفاق لغة مشتق من النفق، مأخوذ من مادة نفق، والنفق هو السرب أو المسلك بين طريقين، يدخل الإنسان من جانب ويخرج من هذا النفق من جانب آخر، فهو مسلك للخروج. وكلنا يعرف الأنفاق، من النفق اشتق لفظ النفاق، والنافقاء، والنافي بكسر الفاء، والنافقاء جحر الضب واليربوع، النافقاء
جحر الضب واليربوع، وسمي المنافق منافقا لأنه متشبه بالضب أو اليربوع، فظاهر جحر الضب تراب وباطنه حفرة. خلي بالك، شايف التأصيل جاي منين؟ الضب أو اليربوع يجعل المسلك الأول لبيته أو لجحره ترابا بحيث يخدع الرائي، وإن أراد أن يخرج خرج من الجانب الآخر. فظاهر جحر الضب التراب وباطنه حفرة، وظاهر المنافق إيمان وباطنه كفر. عرفنا أصل التسمية، ده الاشتقاق اللغوي. طب ممكن نسمع الكلام ده تاني يا مولانا؟ خلي بال حضرتك، بقول سمي المنافق منافقا لأنه يظهر غير ما يضمر، فظاهره إيمان وباطنه كفر، ظاهره خير وباطنه شر، ظاهره هدى وباطنه فجور، ظاهره الصلاح وباطنه فساد. فاليربوع أو الضب ظاهر جحره تراب وباطنه حفرة، والمنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر. هذا هو التأصيل اللغوي لمعنى النفاق. والنفاق اصطلاحا وشرعا ينقسم إلى قسمين، وخلي بالك معايا قوي، الوقت بيجري معليش، سبحان الله. ينقسم النفاق إلى قسمين: النفاق الأكبر أو النفاق، وكلاهما صحيح في اللغة، النفاق الأكبر والنفاق الأصغر. بالراحة مولانا كده، والله عاوزين نعرف، ده دي كارثة، دي مصيبة، عاوزين نعرف، عاوزين نتعرف بهدوء على المرض العضال اللعين ده اللي الصحابة خافوا منه على أنفسهم وإحنا مش واخدين بالنا. ممكن واحد فينا يفتح صدره كده، لك أنا ممكن أعرف النفاق؟ أيوة يا حبيبي، ممكن تتملى نفاقا وأنت لا تدري. إزاي ده؟ أنا بقول أقول للصبح، قل للصبح. هي القضية مش قضية تنظير، ما أسهل التنظير. إذا جاءك المنافقون قالوا، تلاقي الواحد كده لو رقبته عمال بيتكلم، قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، بيتكلم ومنظره ما شاء الله، منظر جميل وشياكة وأبهة وزي الفل، بس قلبه مليان عفن ومليان شر ومليان فساد ومليان باطل ومليان ضلال، كما سأبين الآن من كتاب ربنا جل وعلا ومن كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فتخلي بالك، النفاق قسمان: نفاق أكبر وهو نفاق الاعتقاد، بمعنى أن يظهر المنافق إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وهو يبطن الكفر في أعماقه. هذا نفاق الاعتقاد الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام من أوسع الأبواب. تاني النفاق الأكبر نفاق الاعتقاد، ومعناه أن يظهر صاحبه الإيمان للناس وللمسلمين، يظهر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، يؤمن، يظهر إيمانه بأركان الإيمان الستة، وهو مبطن للكفر، كافر بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، بس بيتكلم باللسان، والكلام إيه؟ يا سلام، زي العسل، وكلام جميل. ومن الناس من يعجبك قوله، يا رب استرنا ولا تفضحنا يا رب، ومن الناس
من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. شايف الجرأة قد ايه على الله؟ يقول لك اشهد الله انني اريد الاصلاح، وانني اريد الخير للأمة، وانني اريد مصلحة الدعوة، وانني اريد مصلحة الدين، وانا لا انتقد هذا العالم الا من اجل الحق، وانا لا ابين ضلال هذا الرجل وفسقه الا من اجل نصرة الدين. اتق الله يا رجل. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. لا حول ولا قوة إلا بالله. من أجمل الناس بيانه ومن أجمل الناس لسانه، يتكلم ويتكلم بطريقة معينة تخلب عقول البسطاء من الناس من المسلمين والمسلمات. قال الله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، بيقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إحنا اللي بنفسد في الأرض، أنتم أهل الفساد ونحن أهل الإصلاح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ولكل واحد منهم وجهان ولسانان. هذا هو المنافق، له وجهان، وجه يلقى به المؤمنين ووجه يلقى به المنافقين، ولسان يكلم به المؤمنين والمسلمين ولسان يكلم به المنافقين. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. اسمع، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يا سلام والله ربنا يبارك فيكم أنتم على خير كبير، يا سلام ده احنا والله بنتمنى بس نمشي في الركاب ونمشي على الخطى ونلازم الأبواب والأعتاب. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، احنا معاكم قلبا وقالبة، معاكم الروح وبالدم وبالمال، قالوا آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم من شياطين الإنس من المنافقين وشياطين الجن ممن يؤزونهم على النفاق أزة، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يا الله، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ينادي هؤلاء في الظلمات الحالكة، ينادي على أهل الأنوار وعلى أهل الإيمان حينما تطفأ الأنوار قبل المرور على الصراط، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انتظرونا شوية ما تسيبوناش في الظلمة المهلكة دي، انظرونا. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا شوية نقتبس نمشي معاكم في الأنوار دي. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور
له باب باطنه فيه الرحمة، أي من جهة أهل الإيمان وأهل التوحيد، وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، ألم نصلي معكم الجماعات، ألم نحضر معكم الجمعات، ألم نشهد معكم الغزوات، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، أي بالإيمان وأهله، وارتبتم تشككتم فيما جاءكم عن الله وعن رسوله، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. يا الله سلم يا رب سلم. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ومن أخبث صفاتهم أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. تعرف كذا على طول، إذا رأيت الرجل يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف فاعلم بأنه من المنافقين، بشهادة رب العالمين ولا ينبئك عن القوم مثل خبير. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر، أعوذ بالله، إيه ده؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، بخل، يخاف من الإنفاق، يخاف من البذل، يخشى العطاء، ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. ومن أخبث صفاتهم الإعراض عن منهج الله والإعراض عن التحاكم لشرع الله جل في علاه. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت، خلي بالك، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. بتعرض عن منهج الله ليه؟ بتعرض عن حكم الله وحكم رسوله ليه؟ ألم تر إلى الذين يزعمون، وما أسهل الزعم، وما أسهل الزعم والادعاء، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، لا ومش كده وبس، وما أنزل من قبلك كمان، ما شاء الله فتحنا على البحر، ومع ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إيه الطاغوت؟ الشيطان، كل ما عبد من دون الله، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. بل من أبشع صفاتهم يقال لأحدهم تعال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر لك، يلور رقبته، يلور رقبته وما يرضاش يجي ولا يقبل أن يذهب لرسول الله. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. الله أكبر، الله أكبر. بل لقد قال هؤلاء الخبثاء كلمات خبيثة وتاريخهم طويل أسود، كاد القرآن أن يكون فيهم. فلقد ذكر الله في صدر سورة البقرة أصناف الناس الثلاثة، المؤمنين والكفار والمنافقين، فذكر في المؤمنين 4 آيات، وذكر في الكفار 2 آيات، وذكر في المنافقين 13 آية، 13 آية لخطرهم. كم للإسلام، كم من معقل للإسلام قد هدموه، وكم من حصن للإسلام قد خربوه، وكم من علم للإسلام قد وضعوه، وكم من لواء للإسلام قد طمسوه. ما أخطر المنافقين ليه؟ لأن الكافر الحقيقي، الكافر الأصلية، الكافر المعلن لكفره، هذا تعرفه الأمة وتستعد له على قدر حجمه وخطره. أما المنافق فهو مندس في الصف
يصلي مع المصلين ويذكر مع الذاكرين ويرفع الراية مع الرافعين وهو سائر على الدرب مع السائرين. لا تظهر لا يظهر هذا الصنف إلا بالمحن، إلا بالفتن، إلا بالابتلاءات. نعم، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. يقول لي عم، يقول لي عم أنا ماليش دعوة، أنا ماليش داخل، لا خلاص مفيش مننا، مفيش كلام من ده عندنا. ويترك وينقص على عقبيه ويبيع دينه في التو واللحظة بعرض من الدنيا حقير. في غزوة بني المصطلق، لأن الوقت بكل أسف يعني داهمني، وهم راجعين في الطريق خططوا في غزوة تبوك، وهم راجعين من غزوة تبوك خططوا مخططا لعينا خبيثا لقتل رسول الله. تصور، لقتل رسول الله، وتولى هذا المخطط الآثم رأس النفاق عبد الله بن أبي، عبد الله ابن أبي ابن سلول، رأس النفاق في المدينة، وأرادوا أن يكسعوا رسول الله بناقته من مكان مرتفع إلى واد من الوديان ليقتلوه بأبي وأمي وروحي وقلبي، لكن الله نجاه وأطلعه على هذا المخطط الآثم. وفي غزوة أخرى، أو اختلف رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فتيان، وتشاجرا، فنادى الأنصاري يا للأنصار، ونادى المهاجري يا للمهاجرين، فلما سمعها رسول الله قال دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. وأنا بالمناسبة أنادي على أحبابنا ممن ينتسبون إلى الجماعات التي تعمل الآن على الساحة ويتعصبون لكل جماعة ولكل حزب تعصبا بغيضا أعمى، يمزق الشمل ويشتت الصفة ويصيب الأمة بالتشرذم والتنازع والشقاق والتهاجر، أقول دعوها فإنها منتنة، وعودوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى الجماعة الوحيدة التي يجب أن ننضوي جميعا تحت لوائها، ألا وهي جماعة المسلمين. قال دعوها فإنها منتنة. في غير رواية الصحيحين قال رأس النفاق، أو قد فعلوها، خلي بالك من الكلام، أو قد فعلوها، ها دلوقتي بدأوا يقولوا يا للمهاجرين. يقول عبد الله بن أبي أو قد فعلوها، ثم قال هذا الخبيث، والله لا أجد لنا ولهم مثلا إلا كما قال القائل سم كلبك يأكلك، أعوذ بالله، سم كلبك يأكلك، إحنا اللي ربناهم وإحنا اللي أعطيناهم وإحنا اللي استقبلناهم وإحنا اللي أمددناهم بالأموال، وبعدين وصل الأمر أنهم يقاتلون أو يعتدوا. شايف الكلام الخطير؟ والله لا أجد لنا ولهم مثلا إلا كما قال القائل سم من كلبك يأكلك، ثم قال لمن كان حوله أنت السبب، فتحتم لهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، ولو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لرحلوا عن دياركم. وسمع زيد بن أرقم هذه الكلمات الخبيثة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، واستدعى رسول الله رأس النفاق عبد الله بن أبي وسأله، قال كذب والله يا رسول الله، كذب، ما قلت قولا ولا كلمة واحدة مما نقله لك زيد بن أرقم. ونزل القرآن الكريم من عند من يعلم السر وأخفى، ليصدق زيد بن أرقم وليكذب رأس النفاق وليفضح المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة وقاية فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، إلى آخر الآيات، إلى آخر الآيات. والرابعة في غاية الأهمية،
وهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون قال الخبيث يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نزلت سورة المنافقون لتصدق زيد بن أرقم ولتفضح أستار هؤلاء الذين خططوا وأرادوا قتل رسول الله. وقال رأس النفاق فيهم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. لكن الله جل وعلا قيض له ولده عبد الله ابن عبد الله ابن أبي وقال يا رسول الله والله لا يعلم أحد في المدينة أحدا أبر بأبيه مني والله لو أمرتني بقتله لأتيت لك برأسه ليعلم من الأعز ومن الأذل. وانطلق عبد الله بن أبي ليقف على طريق والده ومنعه من دخول داره من دخول بيته فصرخ عبد الله بن أبي يا للخزرج يا للخزرج ولدي عبد الله يمنعني داري. قال والله لا يأويك ظلها والله لا يأويك ظلها ولن تبيت الليلة في دارك إلا بإذن من رسول الله لتعلم من الأعز ومن الأذل. وينطلق هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبروه بما قال ولده عبد الله بن أبي فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم بل إذن لأبيك أن يدخل. ثم قال له بر أباك. هذه أخلاق المصطفى. بل ستعجب وأختم الحلقة بهذا الحديث العجيب الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله ابن أبي لما توفي وهو رأس النفاق جاء ولده عبد الله ذلكم الصحابي الجليل البار الصادق في الإيمان جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يا الله وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميصه ليكفن فيه والده عبد الله ابن سلول. يا الله يا الله ايه البنوة دي؟ عبد الله ابن عبد الله ابن سلول عبد الله الصحابي جاي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله اعطني قميصك عاوز ياخد قميص رسول الله عشان يكفن فيه والده وهو رأس النفاق. يا الله ما عرفش عاوز اقول لأولادنا وشبابنا ارحموا آباءكم وهم على الإسلام وهم على الإيمان وهم على التوحيد. كيف تعق أباك وكيف تنظر إلى أبيك هذه النظرة المحرمة وكيف تنظرين إلى أمك هذه النظرة المحرمة؟ عبد الله بن أبي جاء لرسول الله ليطلب منه قميصا من ثيابه عاوز ياخد قميص من اللي بيلبسه النبي عشان يكفن فيه والده وهو من هو؟ هو الذي قال ما قال سمن كلبك أكلك عفر علينا ابن أبي كبشة لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل إلى آخر ما قال وما صنع. ومع ذلك يأتي عبد الله ليأخذ قميص رسول الله ليكفن فيه والده. والله لقد أعطاه النبي قميصه. يا الله معقول؟ أيوة معقول. ما هو نبي الرحمة وهل عرفت الأرض أرحم من محمد؟ وهل عرفت الأرض أوسع صدرا من محمد بن عبد الله؟ وهل عرفت الأرض أرق من محمد بن عبد الله؟ يا رسول الله ده عبد الله بن أبي ده عمل وعمل وعمل بتديه القميص اللي انت كنت لابسه عشان يكفن فيه ويلقى به ربه سبحانه. خذ القميص ويعطي رسول الله قميصه
لولده عبد الله، ثم يطلب عبد الله ابن عبد الله ابن سلول، يطلب الصحابي الجليل من رسول الله أن يقوم ليصلي على عبد الله ابن أبي. يا الله، لا دي صعبة جدا. طيب القميص ماشي، إنما يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على رأس النفاق. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. يا شيخ محمد الحديث ده انت بتقول صحيح؟ والله في البخاري ومسلم. الرسول قام يصلي على رأس النفاق. ايوه عبد عمر يقول في رواية في الصحيحين: دعنا يا رسول الله لنضرب عنق هذا الخبيث هذا المنافق، فيقول: لا يا عمر، حتى لا يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه، يقتل اصحابه. يقول هذا في شأن عبد الله بن ابي، وبعدين يقوم يصلي عليه. اسمع، فعمر رضوان الله عليه يشد ثوب رسول الله. انت متصور معايا عايش الموقف؟ يشد عمر النبي من ثيابه، قل له: يا رسول الله لا تصلي عليه. وفي رواية: لقد فعل وفعل، انت نسيت عمل وعمل وعمل. يوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دعني يا عمر، لقد خيرني الله عز وجل، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مرة. ثم قال رسول الله: وسأزيده على 70. يا الله يا الله، وسأزيده على 70. وعمر يقول: يا رسول الله عمل وعمل، ما تصليش عليه. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله على المصطفى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وأولئك هم الفاسقون. يا الله، أشهد أن الله حق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يتنزل القرآن على قلب المصطفى بهذه السرعة وبهذا الوضوح: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يا الله، كل ده احنا لسه في نفاق الاعتقاد. القسم الاول نفاق الاعتقاد، وهو ان يظهر صاحبه الايمان بالله ورسوله وهو يبطن الكفر بالله ورسوله. القسم الثاني نفاق العمل، نفاق العمل، وهو ان يعتقد الانسان انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله الى غير ذلك من اركان الدين، لكنه يزل في بعض الخصال وفي بعض الصفات. مجموع خصال النفاق العملي 5، بنص روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو. ما هي هذه الخصال؟ هذا ما نتعرف عليه غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، بل وكذلك بعد غد إن شاء الله تبارك وتعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أكتفي بهذا القدر، فلقد انتهى الوقت. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهرنا وإياكم من النفاق كبيره وصغيره، وأن يرزقنا إياكم الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة التوحيد والإيمان، وأن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.